السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم، وهذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، حلقتنا اليوم حلقه راح تكون حلقه خاصه بمديريه المرور العامه، وخاصه بمجمع تسجيل الحسينيه المركزي. هذا المجمع هو تابع الى مديريه المرور العامه. طبعا تم التصوير بهذا المجمع، تناولنا كل تفاصيله الدقيقه، تساءلنا مع المواطن، مع السيد المسؤول مدير الموقع، وأريد أبدي بصراحة بالشكر لسيد اللواء طارق الربيعي لإتاحة الفرصة للتصوير بكل مواقع. طبعا كل المواقع قال مفتوحة لكم في أي يوم تردون تصورون، وهذا الشيء يحسب إلي، لأن بصراحة أنا دائما المسؤول ما يستوقفك، يقول لك ها لا ممكن تأجله إلى يوم الفلاني، مع احترام يعني المسؤول حتى يرتب أموره. لكن أنا قبل بساعات قلت له راح أروح، قال لي توكل على الله روح، وهناك تريد أي وقت بأي مكان تصور صور. فقلت له أريد موقع الحسيني، طبعا لأهمية هذا الموقع كونه أفخم موقع ويستقطب الكثير من المواطنين والمراجعين وينجز معاملات بالمئات. فهذا أنا حبيت أن يكون الزخم، وأكون أنا ما بين الزخم وما بين المواطنين حتى نحل المشاكل بشكل مباشر. البعض من يتساءل يقول بأنه بالمرور العامة أكيد أكو إشكاليات. لا بالتأكيد أكو إشكاليات، يعني مو فقط المرور العامة، كل الدوائر الدولة هي بها مشاكل. لكن احنا التصوير مستمر، أنا من طبيعتي ما أخطأ إلا بالمونتاج، أن يصير مثلا نتوقف نتحول من مكان إلى مكان، لكن بالتصوير مع المواطنين لا مستمر. وش يقول المواطن ينزل طبعا وفق يعني ادب الحوار، اكيد كلهم مؤدبين الناس اللي التقي بيهم، لكن مرات بعض الناس يمكن حكايه يمكن تخدش الذوق العام، ممكن هاي تحذف بالمونتاج، لكن المشكله تطرح كما هي. فصورنا بهذا المكان وراح تكون على شكل حلقات، يمكن حلقتين ممكن ثلاث حلقات ممكن، ونستضيف بها السيد اللواء طارق يكون بالاستوديو في نهايه غلق الملف مديرية المرور العامة. لكن حبيت أن اليوم يكون مزيج ما بين عرض المواد المصورة وأيضا اتصالاتكم الهاتفية اللي أدى إشكالية، أدى استفسار حول مديرية المرور العامة بشكل مباشر، خاصة في مواقع التسجيل. ممكن يتصل بينا على الأرقام راح ينزل السيد المخرج أسفل الشاشة، وراح نكون بخدمتكم. ضيف حلقتنا لهذا اليوم السيد العميد علي طارش الشمري، مدير مجمع تسجيل الحسينية المركزي اللي تم تصوير في نفس الموقع، واليوم يكون يانا ضيف عزيز في قناة الأيام وفي برنامج بخدمتكم. نرحب بك أجمل ترحيب سيادة العميد. أهلا وسهلا بك أستاذ حازم الغالي، بالبدء أشكرك طبعا على هذه الاستضافة، والشكر موصول إلى أخواننا في كادر قناة الأيام، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم وظن مشاهديكم الكرام. الله ان شاء الله كفو منكم حبيب استاذ علي. عميد علي، طبعا احنا دائما ما نسال السيد الضيف حول اليه عمل في الموقع، يعني الناس كل ما تعرف يمكن لي اول مره تزور موقع الحسينيه ما تعرف شنو عملكم يعني بالضبط، يا ريت تعطينا نبذه عن عملكم في موقع الحسينيه. دكتور انت ما تعرف مجمع تسجيل الحسينيه هو من المجمعات المهمه في مواقع تسجيل على مستوى العراق طبعا وبغداد بشكل خاص. هذا المجمع يمتاز بتسجيل المركبات لاول مره، كذلك نقل الملكيه واصدار اجازات السياقه. مثل ما تعرف انت حضرتك اجيت قبل فتره وصورنا حلقه خاصه هناك على المجمع عن الاليه والانسيابيه الموجوده. يوميا ما يقارب يعني احنا كمجمعنا انتاج يعني اكثر من 1200 1300 يعني معامله منجزه، يعني سواء اصدار سنويه او اجازه سياقه بالدوامين، الدوام الصباحي والمسائي. هسه راح ان شاء الله اتكلم لك على الدوام المسائي وانجازات السيد مدير المرور العام المحترم في عند استلامه لمهام مديريه المرور. فالحمد لله والشكر يعني من تاريخ استلامي للمجمع اكملت ما بداوا به قبلي اخواني مدراء المجمع. الحمد لله نوعا ما لحد الان اقول لك ما راضي عن عملي، ان شاء الله نحو الافضل. ممتاز. وهذا الشيء لمسناه والحافظ صار لنا من خلال المواطن الكريم
من خلال تشجيع لمجمع تزيل الحسينية الثناء عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال تجوان. أكيد 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 دكتور، هذا كله دافع طبعا، هذا يكون لك حافز، يكون لك دافع تقديم أفضل خدمات لمواطنا الكريم. ممتاز، أحسنتم. يعني أنتم فقط يعني تجديد السنوية، سنوية عندكم؟ سنوية هي الإصدار، سنوية وإجازة. أها. كذلك عندنا احنا موقع يسمى موقع بغداد واحد الحكومي اللي خاص بتسجيل المركبات الحكومية، يعني جميع الوزارات أيضا. جميل، إذا أحمد يا ريت يفتح لنا الاتصالات حتى نستقبل الاتصالات، وعندنا بعض الأسئلة أيضا نسأل السيد العميد، وراح يكون يا ريت الإخوان اللي يتصلون فقط حول مديرية المرور العامة بشكل عام، خاصة في مواقع تسجيل المركبات. هسه أني عندي سؤال، يعني أغلبية الناس اللي يجيبون مركبات من أربيل وتفاصيل، هل يحق لهم تحويلها إلى بغداد؟ حاليا بالوقت الحاضر يعني توقف، احنا كان سابقا لغاية 2018 هناك نقل قيد مركبة، وحاليا توقف لأنه بعد استلام معالي وزير الداخلية المحترم لمهامه وبجهود استثنائية من قبل السيد مدير المرور العام يعملون على توحيد الأرقام إن شاء الله من جميع محافظات العراق، وراح نتجاوز هاي المرحلة إن شاء الله قريبا جدا إن شاء الله. جيد، ممتاز. يعني هسه المواطن راح ينتظر حتى توحيد الأرقام إن شاء الله. إن شاء الله. جميل، يعني مشيتوا بهذا المشروع ما توحيد الأرقام؟ إحنا العمل مستمر، يعني حسب توجيه السيد العام الأخير يعني نقارب إلى 30-45 يوم إن شاء الله راح نباشر به. شنو يعني سيادة العميد موضوع الأرقام يعني مرقنة؟ أكو إيش عندكم؟ ترقين قيد مركبة، ترقين يعني عفوا المركبات اللي قديمة يسقطها فتسمى ترقين المركبة، ترقين قيد مركبة. هذه لحد الآن ما زالت مستمر عندنا موقع خاص، موقع تسجيل البوارج. يعني شلون أريد أسقط المركبة؟ لازم أشتري سيارة حديثة حتى أسقط؟ أكيد تسقط، تشتري السيارة الحديثة وترقي المركبة القديمة الحديث. يعني بأنه عليها تبعات مالية؟ أكيد تبعات رسوم سيادية، رسوم سيادية. تعرف أنت مثل ما تعرف بها رسوم سيادية المرور العامة مالها، يعني أي دخل بالموضوع مالها؟ هاي أقرت من قبل مجلس النواب. جيد. وإحنا استيفاها حالها إدارة دولة تستوفى. شنو اللي سويته للمواطنين بالنسبة لتبسيط إجراءات المرور؟ دكتور يعني يكون يعني حقيقة يعني بعد استلام السيد العام اللواء طارق الربيعي لمهام إدارة مديرية المرور العامة، تعرف كان سابقا يعني الوباء جائحة كورونا، فكان عندنا الحجز الإلكتروني يحجز المواطن شهر شهرين يلا بعدين يجي السرة. بعد استلام السيد العام المحترم للمهام باشر من تقريبا بعد اسبوع من استلامه الغى الحجز الالكتروني. احنا يعني بوقتنا احنا كنا قلنا له سيدي شلون راح يعني نقدر نباشر بهذا الموضوع؟ قال الموضوع يمي. فكانت خطه عده، خطه بديله اللي هو الدوام المسائي. فبقينا مستمرين تقريبا لمده شهرين ثلاثة اشهر الى ان انهي الحجز الالكتروني تماما. يعني انا سابقا كنت مدير الكاظميه من استلم السيد العام للمديريه المرور تقريبا 45,000 حجز الكتروني عده على المجمع. 45,000 بعد الاستلام خلال شهرين انهينا كل الحجز الالكتروني. ممتاز، والحمد لله. الدوام المسائي ايضا كان حافز انه وكذلك تبسيط اجراءات يعني المواطنين. فمستمرين الساعه الان بالنسبه لي مجمع الحسينيه الساعه 7 الصبح نباشر لغايه الساعه 8 مساء. نفس الكادر؟ لا، كادر يختلف، كادر الصباح الكادر المساء. ممتاز، ونفس الهمه ونفس الكذا؟ والله افضل، يعني وجبه عن وجبه اقول لك انا افضل من الوجبه القبلي. ممتاز، والحمد لله. الانجاز ايش قد باليوم؟ يعني قلنا 1000 و 1200 1300 يعني ما زالت لحد الان. بس مو معاملات فقط مثل مركبات وسنويه وكذا؟ لا، انا اعطيك كمعامله منجزه، يعني منجزة. سواء نقل ملكيه مركبه او تسجيل مركبه لاول مره او اصدار اجازه سياقه، يعني المعاملات اللي منجزه اللي مواطن استلم سنويه واستلم اجازه، يعني 1300 ل 1400 يوميا. جيد، انا مثلا عندي سياره رقمها بصره واريد احول، بس انا ساكن ببغداد، شلون هاي الاليه؟ دكتور نظام المشروع الوطني هو من مميزاته انت حضرتك ساكن بغداد والمركبه مالتك بصره ومكانك تحول ببغداد. بغداد نظام مشروع وطني هذا. يعني لانه الاوليات كلها مرشفه يعني موجوده. كل الاوليات مرشفه وبالتالي من يحتاج يروح البصره تحول هنا
بواسط، بالبصره، بالعماره، وين ما يعجبك. ممتاز، هذا شيء ايجابي. قبل كانت يعني قبل حصرا كل محافظه كل محافظه تلعب على بطاقه السكن. لا لا، حاليا ما دام انت مشروع وطني وامكانك التحويل باي اداره. احسنتم، جزاكم الله خير على هذا التعريف البسيط بإدارتك، وإن شاء الله راح ندخل في تفاصيل أعمق بعد ما شاهدك أنت واني في نفس الوقت. جزاكم الله خير. إذا مشاهدين الكرام، نذهب نحن وإياكم وأيضا بمعية السيد العميد علي طارش الشمري مدير موقع الحسينية أو تسجيل الحسينية المركزي اللي في نفس موقعه في نفس دائرته. كانت لنا جولة في هذا الموقع وراح نشاهده نحن وإياكم، ومن ثم نعود نكمل وياكم باستوديو البث المباشر. السلام عليكم مشاهدينا الكرام. من ضمن سلسلة حلقات خاصة بمديرية المرور العامة، اليوم احنا تصوير ميداني في موقع الحسينية التابع لمديرية المرور العامة. اليوم برفقة السيد العميد علي طرارش الشمري مدير الموقع، وراح يكون هذا التجوال هو معرفة سيادة العميد، معرفة آلية العمل وكيفية الإنجاز وما هي الخدمات التي تقدم إلى المواطن بشكل مباشر. نرحب بك أجمل ترحيب في قناة الأيام. اهلا وسهلا بك اخوي العزيز وبكادر قناه الايام والقناه العزيزه على قلوبنا وقلوب جميع العراقيين. بالبدايه ارحب بكم بمجمع تسجيل الحسينيه، هذا المجمع اللي هو يعتبر رقم واحد على مستوى مواقع تسجيل العراق، هو اختصاص في مواقع تسجيل المركبات الحكوميه. ايضا عندنا موقع هو بغداد واحد، كذلك اصدار اجازات السياقه وتسجيل معاملات المركبات لاول مره والتسجيل لاول مره وكذلك اجازات السياقه. المجمع مثل ما تعرف يوميا تقريبا معدل انجازنا يتراوح من 1000 الى 1200 1300 1400 معامله منجزه داخل المجمع، وهذا بحد ذاته هو انجاز كبير طبعا وخدمه تقدم للمواطن. احنا من تاريخ استلامنا للمجمع اللي هو بشهر السابع 2021 باشرت انا بالمجمع ويا اخواني ضباط منتسبي المجمع بجهود استثنائيه وعمل استثنائي من أجل تقديم أفضل خدمات لمواطننا الكريم. الحمد لله نوعا ما راضين عن عملنا، بس نطمح نحو الأفضل إن شاء الله، وهذا ما لمسناه من المواطن، من رضا المواطن على المجمع، استقبال الكادر للمواطن، اهتمام العالي بالمواطن، هذا ولد ارتياح لدى المواطن. وهذا الشيء يعني ما أجى يعني وليد صدفة أو لحظة أو يعني عمل عشوائي، لا بالعكس كان تخطيط له ومتابعه يعني تكاد يوميا، اقول لك يعني اذا مو اتصال هاتفي او زياره من قبل السيد مدير المرور العام المحترم اللواء طارق الربيعي، اللي هو حقيقه يعني بجهوده ارتقت مديريه المرور العامه بجميع مفاصلها. بس انا احكي لك واتكلم لك عن المواقع التسجيل بصوره خاصه، شهدت انسيابيه عاليه من المواطنين في انجاز معاملات المواطنين، وقضى على كثير من حالات الروتين والعرقله اللي يعاني منها مواطننا الكريم، اللي هي يعني احكي لك فشيء بسيط. مع ان يعني لحظه استلامه كان هناك تتذكر استاذ العزيز كان حجز الكتروني اللي هي البوابه الالكترونيه، وشهر او شهرين يراجع المواطن. هذا الموضوع كان بجانب سلبي نقدر نقول، بعض الامور شخصت من قبل السيد العام المحترم، فباشرنا على الفور ب دوام مسائي او عازبين يكون دوام مسائي اضافه للدوام الصباح لغرض يعني انهاء الزخم الحاصل في مواقع التسجيل. والحمد لله هسه احنا دوام عملنا شفتين يعني والله صباحي مسائي. احنا انا واخوان الضباط يعني الساعه 700 نباشر دخول المواطنين، الساعه 7 الصبح 7 الصبح يعني اللي عندنا احنا، ونستمر لحد الساعه 8 مساء. نظام الشفتين بنظام عمل مستمر، يعني ما عندنا توقف لحين التحاق الوجبه المسائيه، لا العمل مستمر. بس يعني تلاحظ هسه راح تلاحظ الدائره وتلاحظ الوقت، هسه نقدر نقول يعني الساعه 10 يعني وقت الذروه المفروض يكون زخم، بس احنا يوميا هذا العمل مالنا مستمر والحمد لله. ممتاز. اذا سياده العميد احنا راح نسوي جوله نشوف المواطن بشكل مباشر،
احتمال اكو احد مثلا معرقل له معامله كذا، اكيد انت لك ريوت صاحب موقع او عنده استفسار، ممكن يكون المعامله قادمه جاي يتقدم بها او عنده اليه عمل يريد يعطي وجهه نظر، يعني مسموح للسيد المدير السيد العميد العفو عميد علي ان يعطي وجهه نظره، وهذا ضروري احنا ببرنامجنا. احنا استاذ العزيز احنا بالنسبه لنا عملنا مو مكتبي، وهذا ما وجهنا به السيد العام المحترم، العمل يكون ميداني، وانت راح يكون عملك ميداني تكون قريب على المواطن، بالتالي هو يعني المشاكل كلها ان شاء الله تنتهي. وبالعكس احنا بنسمع مشكله المواطن، المواطن يعني يفرحنا بحيث اكو خلل اكو فد حاله سلبيه بالدائره ممكن نعالجها، فاحنا وياكم على هاي ان شاء الله. جزاك الله خير. سلام. مشاهدينا الكرام، هذه عودة مرة أخرى مع برنامج بخدمتكم والحلقة خاصة بمديرية المرور العامة موقع تسجيل الحسينية. طبعا سيادة العميد ما زالوا يعني بالجو، ولكن عندنا اتصال من كاظم من صلاح الدين. السلام عليكم كاظم. ألو، السلام عليكم كاظم، تسمعني؟ فاضل دكتور حازم، انا فاضل بكاظم. اهلا وسهلا بك فاضل، شرفنا، يا مرحبا. نعم نعم، كل الهلا بك كاظم. طبعا قطع اتصال من صلاح، نعتذر، يا ريت تعاود الاتصال مره ثانيه. اكو عندي سؤال لسيد العميد. اي تفضل، وياك سيد العميد تفضل. سيد سياده العميد ايه تفضل تفضل. عندي سياره من 2013. نعم، نص صوت التلفزيون فاضل واسمعنا من التلفون. لحد الان ما طالع صلاح الدين. نعم. انت راجعت؟ راجعت اخ فاضل؟ ابد ما مراجع الداره؟ نعم، حلف حلف يقول ما طالع. لا اخ العزيز، بالنسبه للوحات، اللوحات جميعها متوفره يعني مواقع التسجيل سواء بغداد او بالمحافظات. بس احنا هسه راح اخذ الرقم مال المركبه اخليها من بالاخوان، وانا اتابعها وانا اتصل بيك شخصيا ان شاء الله. تدلل. الله يبارك فيك. 50,250. 50,000؟ 50,000. 250. 250. حرف راء، مو اخ فاضل، راء. راء. يا بغداد لو صلاح الدين. صلاح الدين. اخ فاضل بدون زحمه عليك. لا تسد التليفون، لا تسد التليفون، الاخوان راح ياخذون رقم تليفونك حتى نعطيه للسيد العميد. فاضل صادق. فاضل شكل. اوكي، يعني ولو ما عرفت الاسم الثاني، بس ان شاء الله راح ياخذون رقم تليفونه ان شاء الله. ان شاء الله، جزاك الله خير، جزاك الله خير. عندنا اتصال اخر؟ انقطع. جيد، يعني هي مشكله يعني عندنا، ما اعرف اعذرونا، ترى بالتقرير فطلعنا فصار لود على الاتصالات فدرين قطع الاتصال الثاني. ان شاء الله بخدمتكم نحاول اليوم باكثر عدد ممكن من الاتصالات نستلمها منكم واحنا بخدمتكم. سياده العميد، قضيه الفحص الطبي طبعا. نعم. للامانه هو يعني انا اعتبره انجاز، يعني لان كنا في وقتها احنا بنروح نسوي تجديد الاجازه، يعني عذاب، يعني اروح اضطر للعياده الشعبيه واسوي فحص، تضطر هذا ابو المندوب او المعتمد تضطر ان تعطي مبالغ، يعني هاي هاي الخطوه اللي اقدمتوا عليها هذه تحسب لكم امانه. اكيد اكيد. دكتور مثل ما تعرف الفحص الطبي، يعني لجان الفحص الطبي كانت سابقا المراكز الصحيه. صح. اللي خارج يعني مجمعات التسجيل. فانا قبل قليل قلت لك يعني من ضمن انجازات السيد المدير والمرور العام المحترم اللواء طارق، بعد استلام شخص اي مشكله، يعني تجول علينا بالمجمعات شنو اللي عندكم مشاكل، فمن ضمن المشاكل قلنا مشكله الفحص الطبي. يعني كان ما موجود مجمعات تسجيل، فقط فتره قسم للمجمعات الوجبه الصباحيه فقط ومو كلها. فاهتم بهذا الموضوع يعني اهتمام خاص، وبقى على تواصل الى ان انجز الموضوع. حاليا جميع مجمعات تسجيل الفحص الطبي يعمل بها الوجبه الصباحيه، كل المواقع، الكل وجبة صباحية وجبة مسائية. جيد، يعني أنا أعرف بيه كان وجبة واحدة. لا، حاليا صباحي ومسائي. ممتاز. نعم.
يعني انا بعد ما هاجي اروح ماكو داعي بالموقع. لا 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 مباشر تجي المجمع الاستماره داخل المجمع مجانا ايضا هم نوه عنها حلو استماره داخل المجمع مجانا وبامكان المواطن يجي وهو راح يلاحظ هو يحكم احنا ما نحكي اكو عدد يعني محدد اذا كان عندكم زخم اكو عدد محدد للفحص مثلا والله هم الاخوان باللجان الطبيه حقيقه متعاونين ويانا هم كلجان طبيه يعني محددينهم بعدد محدد زين لكن هم يشوفون الوضع السائد بالمجمع ويشوفون الانسيابيه فيقولون احنا نعتبرونه من عندكم فمتعاونين ويانا بشكل ما معتهم يعني رقم معين يتوقف عندنا ممتاز سياده العميد سؤال مثلا انا داريت ادي لوحه قبل 2003 نعم ودار احولها اللوحه نعم. شنو الاجراءات دكتور مثل ما تعرف احنا هذا اللوحات قبل 2003 اختصت حاليا اللي هي الخصوصي في مجمع تسجيل كاظميه زين الاجراء موجوده عندنا نطلع الاوليات الاضباره مالت المواطن مال المركبه اكو محضر تطلب من العدي اول ما فقط مستمسكاتك والسنويه زين تسحب استماره وتفحص المركبه استماره من عندكم ولا من الخارج داخل المجمع داخل المجمع داخل المجمع كله داخل زين ليش اكو المكاتب يقول لك يعني وباخطاء تصير مرات عند المكاتب دكتور هي هاي المشكله يعني نعاني من عتها هسه يعني حتى احنا مواقع التسجيل يعني انا دائما انوه وكن لاحظت اكو حتى قطع يعني دلاله للمواطن بانه المراجعه داخل الدار داخل المجمع احنا نبعد المواطن عن ضعفاء النفوس عن اللي يستغلون المواطن احنا نقول للمواطن احنا بخدمتك دوارنا يعني على قدم وساق بخدمتكم توجيهات مراجعنا خدمتكم ماكو داعي يعني تراجع لبرا وتستفسر احنا مجمعنا من البدايه من الاستعلامات لاخر شخص انا احكي لك عن مجمع الحسينيه هو في خدمه المواطن فبالنسبه ارجع لسؤالك الخصوص المركبات قبل 2003 اكو محضر لجنه ينظم داخل الدائره وياخذون اعتراف البائع والمشتري تحول مباشر مشروع وطني بعد نغادر هالموضوع ونطبع له لوحه جديده يعني يروح يطلع ملفه ويدخل لجنه اللجنه احنا داخليه داخل ضباط. المجمع اي ضباط يؤيدون سلامه موقف المركبه واجراءاتها بسيطه جدا هذا راح يدخلني بسؤال اخر نعم العميد قضيه المتوئمه ما متوئمه شنو هاي نحلها اكو لجنه كانت سابقا براسه السيد مدير تسجيل المركبات حاليا تحولت على القضاء والقضاء ننتظره يبت بالموضوع ان شاء الله. يعني يحسم الموضوع، احنا عندنا لجنه حاليا تعمل تفصل المركبات الصحيحه عن المركبه اللي بيها اشكال، تحيل القضاء وهذا قرار القضاء يصدر. زين بالنسبه اللي واحنا سالناه يمكن اعتقد سالناه بالبرنامج، احتمال التقرير ينزل في حلقه اخرى يعني بعد حلقه او حلقتين. نعم. وضروري بحضورك يعني هم نوضحها للناس بشكل مباشر. قضيه يعني اغلبيه الناس ما تروح باتجاه الورثه. مشكلة السيارة والورثة نعم شلون تحلوها هاي قضية الورثة؟ دكتور ورثة معاملة يعني حال أي معاملة أخرى احنا الورثة نتعامل ويا قسام شرعي وصحة صدور وبالتالي احنا نلاحظ الورثة يا أما يحضرون يبصمون كلهم يعني ياخذون اعتراف أو يعطون وكالة لأحد الأشخاص يبصم عنهم بالتالي بس احنا المعلومة سواء إذا كان وكالة ويا القسام الشرعي الوكالة صحة صدور صحة صدور بيه. صحة صدور اثنيناتهم هم مندوب يعني معتمد 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 كله معتمد معتمد منكم ومن معتمد من عندنا يوديه الكاتب العدل ويرجع يجيب المعتمد مالنا نفسه جميل اهم الوقت بالنسبه للوقت هم المعتمد يروح وياكل فد اسبوعين ثلاثه تقول لي احنا هذا دكتور تعرف هذا السياق ماشيين عنه وحاليا دا يعملون يعني حتى قرار مجلس الوزراء الموقر الاخير اللي هو تكون بعد بريد الكتروني فان شاء الله يعني احنا دوائرنا سباقه بهاي الامور ان شاء الله بمتابعه السيد العام ان شاء الله تكون كل الامور جيد البائع مثلا بالخارج والمشتري موجود بالعراق نعم شلون يصير يعني؟ وكاله اذا عنده وكاله نطالب بها صحه صدور لاحد اي شخص مطلع وكاله هو نطالب بها صحه صدور عن طريق الخارجيه وده تجينا عادي يعني هوايه يوميه زين وكاله تعتبر هاي خاصه ولا عامه؟ احنا الوكاله اذا بها حق بيع وعامه يتصرف بها طبيعي جدا يحول بس اذا وكاله خاصه وما بها حق بيع ما يصير عليها اجراء. ما يصير عليها؟ لا ما يكون عليها اجراء. بالتالي نطالب بيع لازم يحضر صاحبها الشرعي. او يسوي وكاله جديده يدز يبعث لنا اياها. هو بالخاصه يكتب اجراء معامله بس احنا شرطنا فيها ان يكون بها حق بيع وشراء. حق بيع وشراء؟ اي طبعا. بيع وشراء المركبه اكيد لأن هو الوكيل راح يكون صفه البائع فعلا فاذا ما عنده صفه بائع بالتالي ما تقدر تسوي له اجراء
هذا اجراءكم؟ هذا اجراء قانوني مو اجراءنا قانوني. لا لا اجراءكم قانوني اكيد. احسنت بارك الله بكم سياده العميد. اذا مشاهدينا الكرام نشاهد نحن وياكم تقرير اخر وجوله في موقع تسجيل الحسينيه المركزي ومثمنه. سيادة العميد هذا المكان شنو؟ هذا المكان هي القاعة الخاصة بإدخال بيانات المركبات لنقل ملكية أو تسجيل لأول مرة. والله فهاي القاعة كانت تحتوي على 12 محطة إدخال. بعد استلامي للموقع وبمتابعة السيد العام يعني المحترم باشرنا الآن يعني عندنا احنا 19 محطة إدخال. اي بالتالي هذا العدد من المدخلين يعني أنهى الزخم الحاصل بالمجمع. يعني الى حد يعني نسبه كبيره جدا يعني اقول لك 98% تكون هاي الانسيابيه اللي هي داخل الدائره. فتبقى هي صباح ومساء هاي المحطات صباح ومساء. الكادر الصباحي يستمر وبعدين يباشر الكادر المساوي. يعني نفس الكادر صباح ومساء لو اكو لا كادر اخر كادر. لا احنا قاسمين القوه اللي عندنا بالمجمع وجبتين، وجبه الصباحيه ووجبه مسائيه. نشوف بشكل عشوائي يعني سياده العميد مثلا في اليوم محطه نقول يعني هاي ثلاثة هي كلها محطات إدخال. هو عين احنا ناخذ انت عين هاي الاخ المواطن نقدر السلام عليكم. الله يعزك مولاي. شنو الاجراء اللي سويته؟ والله الحمد لله ساعدنا اليوم تحويل والحمد لله كل زين يعني الاجراءات كل زينه. لان السيد المدير لا الله يشهد. لا والله لا بالعكس لا والله اي الحمد لله احنا ما تاخرنا جزء صارنا فد نص ساعه من جينا ساعه اي والحمد لله كملت. والله كملت هسه رايحين برا تدقيق ان شاء الله بس ما تدقيق برا ان شاء الله. اي والله يسهل وممنونين لهم ومشكورين. شكرا جزيلا شكرا جزيلا. شكرا مفوض مرتضى شكرا. شلون آلية العمل عندكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم ارحب قناتكم الكريمة. الحمد لله والشكر بصمة تامة واي مراجع يجي عدد واحد يعني بسرعة تكمل معاملة. قد المواطن يتأخر يمك من يجي يمك؟ كانت طبعا اوراق قانونية ومدققة 10 دقائق هواي. اي بارك الله بك شكرا جزيلا شكرا جزيلا. جيد يعني 10 دقائق اي 10 اي 10 هو بالزايد 10 يعني هو انطاك 10 يعني 7-8 دقائق. لان تعرف انت ادخال معامله يبصم بايع ومشتري وبعدين عندنا ارشفت المعلومات كلها تترشف فيعني معدل يعني تك سيستم ك 10 دقائق بس انا اقول لك اقل لان هم الكادر كله يعني كادر يعني حقيقه ابطال مو بس مختص اي يعني اختصاص وكادر متميز وحريص على عمله. واضافه لهذا احنا عندنا كادرنا يعني حقيقه يتميزون. انا عندي دائما اقول لهم انا عندي التعامل ويا المواطن اهم من انجاز المعامله. الاسلوب ويا المواطن تعامل ويا باسلوب جيد دائما تتعامل ويا المواطن كانما اخ اخت ابوك امك انت مراجعتك للدائره شلون تتعامل وياهم. فانا دائما اوجههم من هالباب هذا فتشوف احنا عندنا رضا المواطن انا عندي اهم من كل شيء ان شاء الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. السلام عليكم. اسف شنو معاملتك؟ والله عم ناس طيبين ودائره طيبه والله العظيم. من يوم حضره؟ انا من دياله. من دياله. والله العظيم مو ثاني مره وثالث مره جاي نبصم هنايا. يعني هم يصلحون المواطن ايش عندك جيب؟ كمل شغلتك ومشي. ما يخلون احد ياخرونه والله. ايش قد صار لك وقتك ايش قد صار؟ ماكو صلوات على من ماكو ربع ساعه وهسه جيت على البصمه. ما شاء الله. والله عمي ناس طيبين مو قدام سياده العميد. والله العظيم هو وكادر ماله. يا ايوه جزاك الله خير. تاج راسي. استاذنا مرات اكو بعض المشاكل مثلا المواطن نقص يصير عنده بالمعامله، ايش تطلب انت من عنده؟ استاذ عن حسب توجيه السيد المدير اذا انبصم قبل عندنا نستعين بالاوليات مالته ونمشي امره. يعني ما نرجعه يعني اذا عنده بصمه قديمه عندنا يعني توجيهات السيد المدير يقول طلع اولياته انبصمه على ضوء الاوليات ما يحتاج الرجعه تجيب الجنسيه وغير الجنسيه. من ضمن تبسيط الاجراء. اي هاي عندنا هاي استاذ يعني هي هاي المشاكل ينسى الجنسيه يجيب استنساخ مرات يجيبها مو مالته. فالسيد المدير يعني يقول سحبوا اولياته ومشوا لا ترجعوا المواطن. We'll be right back.
هذه عودة مرة أخرى مشاهدينا الكرام مع برنامج بخدمتكم والحلقة الخاصة عن مديرية المرور العامة وموقع الحسينية أو تسجيل الحسينية المركزي. سيادة العميد علي طار الشمري مدير الموقع، سيادة العميد هل هناك تخفيض؟ يعني باشرتوا بالتخفيض؟ احنا سمعنا اكو تخفيض صار يعني برسوم الدراجات النارية ان كان توك توك او ستوتة او دراجة من العجلتين مثل ما تسموها، باشرتوا بهذا العمل؟ دكتور مثل ما تعرف هذا الموضوع تبناه السيد وزير الداخلية المحترم شخصيا واخذ بموافقة مجلس الوزراء الموقر حصة الموافقة، وحاليا يعني باشرنا به وبإشراف وبيعني متابعة من قبل السيد العامل هذا الموضوع مع السيد المعالي، وباشرنا حاليا به اللي هو اللي نسميه احنا ثلاث اطارات اللي هي ستوتة او التوك توك، كان سابقا 300 اصبح 150 جيد، والدراجة كانت سابقا 100 حاليا اصبحت 50 وباشرنا العمل بها. لا ها اذا صار باشرنا. ممتاز. شلون الاقبال كان عليها؟ والله اقبال يعني خاصة تعرف هو التيك توك او الستوتة وش هو هو دخلة بسيط يعني رجل، فمن جبت له هيك انجاز لاحظنا احنا اكو يعني كثافة مراجعين كثيرة جدا. يعني هسه بالشارع عند تشوف اكو يعني بدات يشدون الارقام؟ احنا اذا نشوف على مستوى مجمعاتنا نقيس يعني اعداد كبيرة يومية تجينا. ممتاز كل زين. وهذا راح يبقى طبعا هو التزام اعتقد بها من ضمنها السلامة خوذة والتفاصيل. اكيد اكيد بعدها هو تفاصيلها السلامة والامان. جميل. بالنسبة لتثبيت اللوحات يعني كم يوم حتى أثبت لوحتي إذا أجيت أني غيرت الرقم من قبل 2003 وصار على المشروع، فيمتى أثبت اللوحة؟ ما إجراءها؟ نعم إحنا ما كملنا إجراءاتها طبعا سيادة العميد، أنت قلت له أوكي تجي أنت تقدم المعاملة راح تدخل اللجنة تشكل بالضبط. بعدها وين اروح؟ تدقيق اوليات المركبه. اي عمل مالك داخل المجمع كله داخل المجمع، فقط عندنا موضوع واحد اللي هو تثبيت اللوحات. فقط يكون بالتاجيات بالنسبه للكاظميه فقط. بس هذا المجمع انا اخذ اللوحات؟ لا لا احنا نكملها نطبعها يعني يوم او يومين نطبعها طبعكم داخل المجمع. هذا طبعا بالمناسبه هي من ضمن يعني سلسله الاجراءات والتسهيل تبسيط الاجراءات اللي قام بها السيد العام المحترم. هو انا كنت مدير الكاظميه جبنا معمل مال طباعه اللوحات داخل المجمع. ممتاز. يعني سابقا كان ما موجود. صورته فعلا صح. اي حضرتك زرتنا في اليوم. حاليا الطباعه داخل الدائره فقط التثبيت يكون بالتاجيات. هاي فيما يخص اللي قبل 2003. احكي لك هسه احنا كمجمع تسجيل الحسينيه الطباعه نفس اليوم. يعني اليوم اليوم يعني المواطن اللي يجيب سياره تسجيل لاول مره، انا هسه امام شاشتكم الكريمه اقول له اليوم تجي تسجل سياره تسلم سنويه وملصق ولوحه بنفس اليوم. ما شاء الله جيد يعني. وحتى يعني يتم تثقيبه وتشدها تثبيت موقعي نفس اليوم. داخل المجمع داخل المجمع عندنا كادر احنا هسه يوميا ثبت يعني 400 الى 500 مركبه تثبيت لوحات. ما شاء الله جيد. بعد ان كانت طبعا سابقا شهرين ثلاثه اللوحه الان نفس اليوم. وعندنا شفنا تراكم عندكم مجموعه لوحات يعني متراكمه هواي يعني. اي هاي اكو اجراءات يعني صارت يعني بيها اجراءات مشدده من قبل السيد العام المحترم واكثر من مره بتوجيه للساده مدراء جوانب الكرخ والرصافه ضروره محاسبه صاحب المركبه اللي يتجول بدون اللوحات، لان بالتالي انت لاحظت استاذ حازم لاحظت اللوحات اللي متوفره عندنا وكميه كمية كبيره صح فقط مراجعه المواطن. زين يعني انا دائما ما يطلبون لك فحص المركبه يعني وين بيا مكان فحص داخل المجمع ايضا داخل موجود المجمع. ايضا موجود يعني مجمعاتنا احنا اللي الحسينيه التاجيات الرستميه غزاليه الكل داخل المجمع موجوده لفحص المركبات. هذا راح يحلني الى سؤال بقضيه فحص المركبه جناب العميد. اذا اكو خطا بالشاصي نعم يعني هو مش اختصاصكم هذا العمل، اذا نعم. خطا بالشاصي شلون الاليه؟ يعني انا شنو ذنبي اذا هو اندق خطا يعني من كان خاصه من كان شغل يدوي يعني كان كارت السنويه ايش راح يسوي هذا الاجراء؟ اكو دكتور اكو نوعين من الخطا، خطا تنظيمي يعني سواء بالبطاقه من الكتب خطا هذا نسوي له محضر داخل الدائره ونفحص المركبه ونمشي، بس اذا الخطا اصلا جاينا من الجمرك اصلا خطا برقم الشاصي بين القرص اللي جاينا وبين ما ثبت المركبه هذا نحيله للجمرك.
شو يسوي الجمرك؟ الجمرك يصحح على الواقع الحال ويعيد لنا بقرص الاخر. واقع حال يجي يفحص الشاصي؟ يفحص يمنه وبعدين احنا نوديه للجمرك هم ماتين يفحص بالجمرك. واقع حال الشاصي الموجود شنو بالمركبه؟ على ضوايد زين قرص المرور. زين شلون الاجراءات؟ انا هسه رحت يابا طلع عندي اشكاليه خطا بالشاصي. نعم. رحت الى مديريه المرور راح تزودني بكتاب الى الجمرك. هاي في حال الخطا من الجمرك. من الجمرك اي يعني اكو خطا بالشاصي. اذا خطا داخلي يعني تنظيمي لا احنا نعالجه. انتم بالملف اكيد جايكم الكتاب مال الجمرك. صحيح. اي. بس هو يعني نوبات يجي كتاب التسجيل. ادخال مو الادخال. اي هو قرص جمركي. اي. كتاب التسجيل يجي برقم شاصي. تمام. يعني بنطابقه ويا واقع الحال المركبه يختلف. يختلف. بالتالي عيد الجمرك هذا لازم. الجمرك ايش قد راح يبقى؟ ما يطول الجمرك يعني معدل 15-20 ورغم هي اجراءات مو اجراءات. هاي مو النهايه. اي صحيح. طبعا. يجي يزودوكم بالشاصي الصحيح. بواقع الحال. واقع الحال الصحيح. على ضوء بعد يسجل مباشر المواطن. يعني بعد ما تصير عنده مشكله. لا ماكو مشكله بالعكس هو دكتور اذا اكو مشكله بهذا الموضوع هو افضل للمواطن يعالجها. بالضبط هي. هي المشكله. صح. اذا يتم منح يعني سنوية جديدة هاي الحالة اللي هي عاج هذا العاج هذا النظام الجديد بعد انتهى نعم. يعني انتهت الورق بعد الورق غادرناها يعني من 2010 تقريبا. ايش قد غرامة التأخير السنوية على الإجازة على السنوية؟ السنوية التأخيرية 25 25 25 السنة الوحدة. لا العفو اكو غرامة بالقانون المرور غرامة تأخيرية 25 هاي واحد على جهة بس احنا كالإصدار إصدار 10,000 السنوية على السنة على السنة والإجازة 2000 الإجازة خصوصي والعمومي 4 4000 هسه اذا اللي ابو الورق لازم يرجع يبدل طبعا هو ظل يبدل هو بعد حتى صار قليل ترى الورق هي تقريبا قرضت هتلاحظها بالشارع انتهى يمتى تسوون حل لمشكله ازمه السيارات الكثافه العاليه يعني بصراحه سياره العميد متجول بالشارع وشايف يعني انت رجل مرور عينك تختلف عن الانسان العادي يعني تعرف هاي الكثافة وين هاي الإشكالية وين شنو برأيك أولا شخصي الحال وأيضا الحكومة يعني المفروض أكو يعني التفات حقيقية ما معقولة بغداد عبارة عن مجموعة كبيرة من المركبات تتجول والزخم اللي خاصة بالدوام الرسمي والله يساعد رجال المرور بصراحة أكيد أكيد يعني. دكتور يعني كنت متلاحظ يعني أكثر لقاءات السيد العام المحترم هو بهذا الموضوع فتعرف هذا موضوع حكومي صح موضوع حكومي موضوع مجسرات شوارع تعرف استيرادنا احنا مستمر لحد هاللحظه استيرادك مستمر فهذا معالجه صعبه يعني مو صعبه ان شاء الله ماكو صعبه على الحكومه لا هو امر حكومي بعد بس قرار مو ميد المرور يعني المرور مو طرف بهذا انت تشغل اشارات المرور وانا مرات اشوف اي على امانه بغداد بالمناسبه على امانه مو علينا اي لا مرات اشوف حتى وين عملت فرجال المرور اكو حالات سايد مثلا اكو لود اكو سايد اخف فانا اشوف يوقف يمشي السايد اللود يعني هذا اجراءات دكتور هو الافضليه لاشاره رجل المرور هو اللي يقدر الحاله احنا اذا نعمل على الاشاره الضوئيه يصير علينا كثافه هواي صح اي فالاولويه لاشاره رجل المرور بالنسبه للعقوبات لما حوايش لك لا بخدمتك في دول امرك بالنسبه للعقوبات المروريه يعني انا شلون اشوف مرات يمكن انا تجيني عقوبه بالمرور مخالفه انا ما مسويها زين مو على المرور رجل المرور الزام المخالف توقيفه او ايقافه استيقافه وبعدين يحاسبه يعني انا ليش مثلا تجيني مثلا تهمه وانا ما مسويها دكتور هي الحاله طبعا اصبحت عامه خاصه احنا نلاحظها مواقع التسجيل ماكو مواطن تغرم وقال لك انا مخالف بالمناسبه طبعا نقل عن نعم مو عن نعم فالكل يجي يقول لك يا باني هذا واقعي انا هاي غرامه انا ما متغرم ما حد قال لي بيها فاكو حالات يعني مثلا عدم امتثال لاشاره رجل المرور وين يجي بعد السائق هو مش غادر اي صح فهذا راح ياخذ رقم المركبه ويتغرم قانون المرور الجديد اللي هو حاليا نعمل به الغرامه تعرف دكتور 72 ساعه تندفع 50% صح اذا تضاعف تنترك فاغلب يعني الاخوان يعني احنا نلاحظها خاصه بالشارع كنا زملائنا بقواطع المرور يعني وقت توصل مرحله المواطن يعني يمزق الوصل قدام رجل المرور فاكو حالات سلبيه بكل الجوانب على العموم اكو اي يعني مواطن يحس بغبن بهذا الموضوع
السيد العام بابا مفتوح الرجل يعني عنده مقابلات كل يوم أربعة كل أسبوع وسبقه بحل المشاكل حقيقة والله. أيضا حابب تحن على سؤال آخر اليوم نستنبط من إجاباتك أسئلة. السيد المدير العام يوم الأربعاء مقابلات، أنتم نيتوا مقابلاتكم للمواطنين؟ إحنا بالنسبة لي أنا هسه إحنا حتى يعني عفوا حسب توجيه السيد العام كل مجمعات تزيد كل إخواني مدراء المجمعات وضعوا رقم هاتفهم هذا رقم هاتف خاص لتلقي شكاوى المواطنين، وأنا الثاني بالمجمع الحسيني عندي رقم تليفون خلينا بقطع يعني أتلقى اتصالات يومية اثنين ثلاثة تأخير بمعاملة أكو أي إشكال عندنا مباشرة يعني أنا ذا قريب علي أنا أتوجه للمواطن بس يعني كإحنا بالنسبة لنا عملنا ميداني فما أكو فجوة بيننا وبين المواطن، أكو شغلات يعني إحنا ما نقدر نعالجها فيقابلون السيد العام هو اللي يبث في الموضوع. يعني أكيد يعني موضوع القانوني. أكيد أكيد قانون يعني. أكيد أكيد. لكن أكو هناك مرات بعض الأحيان روح القانون. نعم. يتعامل وأنت رجل حقوق يعني. نعم. أكو يعني ما يحتاج مثلا اني الا اطلب جيب بطاقه السكن مثلا يجيب لك استنساخ اكو اشكاليه بيها دكتور؟ هو عملنا احنا هسه فيما يخص مواقع التسجيل يعني هنا ذني الاساسيات بطاقه السكن والبطاقه الموحده فتعرف انت اصدار اجازه السياقه لاول مره شرط بطاقه سكن اصليه لان انت اليوم المصور امكانك تسوي اي بطاقه سكن فاحنا هذا اجراء تنظيمي ولا اكثر ولا اقل اكو حالات احنا نلاحظ بها يعني ما نتردد بمساعده المواطنين بس اكو حالات لا والله يعني شرط السكن الاصليه وياه وايضا الحفاظ على عملك وعلى اكيد 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 القانون يصير على الكل. نظام المشروع الوطني نعم شنو يعني اعرف انا كمواطن شنو نظام المشروع الوطني؟ دكتور حقيقه يعني هسه اليوم قلت لي احتمال هواي جاملت على دارتك بس والله يعني الان مديريه المرور العامه من الدوائر النموذجية على مستوى وزارة الداخلية. هذا الشيء يفرحنا. مو لأنه أنا أعمل بيها. صح. لا والله. لأنه بس مثل ما تلاحظ إحنا قريبين على المواطن. ودلاحظ عملنا وتلاحظ يعني أكو دائرة مرور يعني دوائر الدولة اليوم أكو دائرة دوام من 7 إلى 8 فقط عمل مواطن هذا. تمام. السيد العام كان أكو مشكلة بالنظام بجهوده استثنائية وطبعاً بالمناسبة. أوجه شكر وتقدير إلى العميد سالم غيث مدير المشروع الوطني اللي متعاون بشكل يعني ما يصدق يعني حقيقة يعني اتصالاته ويانا يعني مباشر اللي يريده أيضا يتوفرنا مباشر كذلك عمل على التميز في نظام المشروع في الوقت الحاضر يعني هاي الفترة الأخيرة بعد استلامه حاليا يعني احنا هسانك بالمجمع نص ساعه ساعه المواطن يستلم السنويه والاجازه ما شاء الله يعني كان يومين واحتمال ثاني يوم وهي غادرناها الحمد لله. حلو. عميد سالم اللي كان حاضر ويانا يعني باللقاءات مع السيد اللواء اكيد 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 اي هذا الرجل للامانه اشوفه حدق ويعرف باختصاصه بالضبط رجل وهذا يعني يعني علمي ومهني بشكل ان شاء الله الله يديم علينا ان شاء الله حسن التصرف مع الناس نقضي حوائجهم وهذه من وصايا أمتنا وأهل البيت أن نقوم بقضاء حوائج الناس وهذه من نعم الله نعم يعني. الله عليكم قضاء حوائج الناس جزاكم الله خير. العميد علي طارش الشمري مدير مجمع تسجيل حسيني المركزي شكرا لك لحضورك شكرا لك لأنك أغنيتنا بتفاصيل كثيرة عن مديرية المرور العام. شكرا لك دكتور حازم وشكرا لقناتكم الكريمة. شكرا جزيلا. شكرا لك عميد علي. إذا مشاهدين الكرام في ختام الحلقة الشكر الجزيل وأكرر الشكر للسيد اللواء طارق الربيعي مدير المرور العام لإتاحة الفرصة بتصوير بدوائرة وإن شاء الله إحنا راح نستمر بعد حلقتين يمكن أو ثلاثة حتى نغلق هذا الملف بأن يكون السيد اللواء حاضر في نهاية الموضوع إن كان له وقت وإن كان يعني تعذر فأكيد راح نختم وياكم بحلقاتنا بعد حلقتين أو ثلاثة إن شاء الله كما ذكرت. في ختام الحلقة شكرا لإخواننا بكادر البرنامج شكرا لإخوان بالعلاقات السيد دؤي الأخت نرجس ما قدموه على مستوى العلاقات والتواصل مع دوائر الدولة ولنا حديث مع السيد اللواء طارق بخصوص الإعلام وأهمية الإعلام في مديرية المرور العام وفي كل المديريات. ألتقيكم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم في الساعة 9 مساء
مع برنامج خدمتكم. في أمان الله.